قد تصادفك طاولتين أو ثلاث لا غير من المفرقعات. هكذا كان المشهد قبل الاحتفال بالمولد النبوي. أما ليلة المولد فقد مرت أقل صخباً مما تعودنا عليه سابقاً. البارح ماما أنا البارح كنت نهضر قلت له ماشي كيما هذو الأعوام، نقصوا بزاف، ما كاش قليل، ونسمع وحدة ولا زوج هكذا ترتقد. كامل روماركوا في كامل تيريتوار الجزائر ما كاش محارق كيما هذا كوم دابيتود. دوك إذا ما على بالناش ويلا الناس فقت مع روحها باللي تحتفل بمولد النبوي الشريف، ماشي باش تحرق دراهمك، ولا ما كانش الكونتيتي اللي كانت تدخل كوم افون، باسكو ما شفناش لي طوابل تاع البحر كيما العوام اللي فاتوا. دوك هنا تبقى بين هادي وهادي. حنا عندنا هاد العام اختلف شي، مش كيما كاين العام اللي فات، وكان المحرق بزاف، تسمعي الحس بزاف. هاد العام كانت ناقصه، وطولوا الدراري باش خرجوا بزاف، كانت ناقصه هاد العام بارابور للعوام اللي فاتوا، كانت ناقصه الحاله بزاف، ماشي غير شويه. المحارق الدراري باش يدوروا يلعبوا برا ما كاش، مش كيما مالفين. بعكس المواسم الفارطه لم تسجل مصلحه الاستعجالات اصابات كبيره ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الناس توعات باسكو يابي دي ديبا دو سنسيبيليزاسيون في 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 بصح الحمد لله مقارنة مع العوام اللي فاتوا رانا نلاحظوا باللي كاين اون سنسيبيليزاسيون في الشعب، وان شاء الله تتحسن الحالة احسن اكثر واكثر. من جهتها مصالح الحماية المدنية أكدت نقص التدخلات مقارنة بالموسم الفارط. هناك انخفاض بمقارنة بالسنوات الماضية الأخيرة، هناك انخفاض محسوس. بولاية الجزائر سجلنا 9 حرائق، منها 2 حرائق محلات تجارية بكل من بلدية دالي إبراهيم وبلدية براقي، وهناك أيضا 3 حرائق شقق بكل من بلدية المحمدية ب2 حرائق، وببلدية سيدي عبد الله بحريق واحد، و4 حرائق أعشاب يابسة بكل من بلدية بابا حسن، جسر قسنطينة، العاشور، محمدية. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عاد تبقى حاضرة في البيوت الجزائرية، لكن كلما تراجع استعمال المفرقعات كان الاحتفال مميزا أكثر.